هذا يقول هل يجوز النظر في الصور؟ إذا كان المقصود الصور الفوتوغرافية فإنها يجوز النظر فيها لأنها لم يرد دليل بحرمتها أصلا، ولا حديث الواردة في تحريم الصور المقصود بها ما كان موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما ليس موجودا في عصره فلا يسمى صورا في لغة العرب، واللغة لا تحمل إلا على ما كان موجودا في وقت ورود النص. فمثلا الذي يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة مقصود بها الصورة الفوتوغرافية، هذا حمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على غير وجهه، كمن قال في تفسير قول الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال هي لاند روفر مثلا أو أي سيارة أخرى من سياراتنا اليوم، فهذا فسر كلام الله عز وجل على غير معناه، فالسيارة في لغة العرب العير التي تحمل النفقات والتجارات، وكذلك الصور التي كانت موجودة في عهد النبي هي الملفتات من الخشب أو من الطين أو من التجارة، وكذلك ما كان بالنسيج، مع أن الصور في النسيج مرخص فيها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ذوب. وأما الصور الفوتوغرافية فلا تسمى صورا في لغة العربي لأنها لم تكن موجودة في زمانهم، وإنما حصلت في زماننا هذا فسماها الناس اليوم صورة، هذا الاسم لا يقتضي حكما، فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا يغير حكمه، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الذين يستحلون الخمر في آخر الزمان يسمونها بغير اسمه فلم يبحها ذلك. فاليوم يسميها الناس المشروبة الروحية، المشروبات الروحية مثلا أو المشروبات الكحولية، هذا لا يبح الخمر حين سميت بغير اسمها، وكذلك إذا سمي الشيء باسم شيء محرم فإن ذلك لا يحرمه أيضا، كما سمى الكبش خنزيرا فإن ذلك لا يقتضي تحريمه، لا حرج فيه، لكن ينبغي أن لا تكون تلك الصورة معظمة بادية كصور الزعماء مثلا، إذا كانت صورة لحيوان أو لشخص غير معروف فليس في هذا حرج، لكن إذا كانت صورة مكبرة لزعيم من الزعماء فهذا لا يجوز لأن فيه ذريعة لتعظيم غير الله تعالى مثل ما يفعل النصارى في كنائسهم، لكن الصور الصغيرة مثل صورة غزال أو نحو ذلك من الحيوانات التي قد تكون في بعض الثياب لا حرج في لبس الثوب بها مع أنه غير محمود.